بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة وفيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. ده فيديو استكمال لفيديو آخر احنا رفعناه مع بعض وشرحنا فيه الأزولة أو الأزولة نبات السرخس المائي باختصار شديد، كان دورة حياته يعني. النهاردة هنتكلم باستفاضة شوية عن هذا النبات، فهنلاقي ان ده التصنيف بتاعه زي ما هو واضح قدامنا قدام حضراتكم كده بالشكل ده، بينتمي الى مملكه النبات كينجدوم بلانتس او بلانيتي. بيتكلم على الجرين بلانتس ان هو من النباتات الخضراء، دي السب كينجدوم. بيتكلم عن هو النباتات الارضيه الانفرا كينجدوم. بنتكلم ان هو بيكون امبريو من النباتات الوعائيه عشان في اوعيه خشبيه زايلم. بيتكلم ان في هنا صفتين بقى، الليبتوسبرونجيتي يعني طريقة تكوين الاسبرانجيا اللي هي الحافظة البولية أو الجرثومية هنشوفها دلوقتي، وإن هو هيتيروسبورس يعني السبورز اللي بتتكون نوعين من أنواع السبورز مش نوع واحد. بنشوف مع بعض كده دورة الحياة، في نوعين من دورات الحياة عندنا من حيث السبورز. هنا هومو سبورز، هومو يعني متماثل، سيميلر الأبواغ أو الجراثيم متماثلة. أما في دورة الحياة الثانية الهيتيرو، هيتيروسبورس يعني الأبواغ، نوعين من الابواغ، ابواغ متباينه. فهنلاقي هنا ان في عندنا دوره الحياه احنا طبعا شرحناها قبل كده، لكن هنا السبوروفايت بيحصل فيه ميوزس او انقسام اختزالي او ريدكشن ديفيجن عشان يكون السبورز نوع واحد فقط وبتكون ان. انما هنا ادي الفرق الاولاني اهو، واحد واحد، نوعين من السبورز، مايكرو سبورز اللي هو الاصغر حجما، ميجا سبورز الاكبر حجما اللي هي كائن الميل والفيميل. بما ان هيتكون نوع واحد فهيديني نوع واحد من الجاميتوفايتس او النبات المشيجي، تمام. انما هنا هيديني نوعين، المايكرو سبورز تديني مايكرو جاميتوفايت اللي هو الميل، والميجا سبورز تدينا ميجا جاميتوفايت اللي هو الفيميل. وبما ان هنا عندي نوع واحد من الجاميتوفايت يبقى هيديني هنا ان الجاميتوفايت هو واحد فقط، فبيكون بيحمل او بالتركيب المؤنث اللي هو الفيميل ستراكشر اللي هو بيكون الاركوجونيوم اللي فيها الايج والانثريديوم اللي فيها الانثروزويد او سبرماتوزويد. انما هنا هنلاقي الفيميل جاميتوفايت النبات المشيجي المؤنث هو اللي بيحتوي على الاركوجونيوم وفيها ايج، والميل جاميتوفايت بيحتوي على الانثريديوم او الانثريدا اللي فيها الانثريزويد او السبرماتوزويد، وبقيه الحياه دوره الحياه بتتكون بتكمل بعد كده عادي خالص. يبقى في فرقين، هنا في نوع واحد، هنا في نوعين، والازوله من النوع ده. طيب كلمه ليبتوسبرانجيتي اللي احنا بنتكلم عليها بقى اللي هي هنا، في نوعين من الاسبرانجيا. في الاسبرانجيا اللي بتتكون من مجموعه من الانيشلز او من الخلايا وتتكون على عدد كبير من السبورز، وفي نوع تاني بيتكون من خليه واحده بس اللي هو الديفلوبمنت او التكون بتاعها وعدد قليل من السبورز، وهو ده النوع بتاع الازولا اللي هو ليبتوسبرانجيوم. اهو بنتكلم هنا وفقا او بناء على الديفلوبمنت اوف سبرانجيا او الحوافظ البويه والتكون بتاعها، يا اما بيكون حجمها كبير وبتتكون من صفر انيشلز يعني عدد من الخلايا وبتبقى عديد من السبورز، مش هو ده النوع اللي بنتكلم عليه دلوقتي. انما الازولا من النوع الثاني اللي هو الليبتوسبرانجيتي يعني حجمها بيكون صغير وبتنشا من خليه واحده المنشا بتاعها وبيكون في عدد محدود يعني نقدر نعده ونحصره من السبورز. ايوه، وده الرسمه اللي احنا قلنا عليها، دي دوره الحياه احنا خدناها قبل كده. النهارده واحنا ماشيين هنمشي الاول هنوصف السبوروفايت تشريحيا وشكله، وبعدين هناخد الميجا سبوروكارب واحنا نازلين بقى كده، يعني اللي هو الفيميل ستراكشر. يبقى الميجا سبوروكارب، كلمه سبوروكارب، سبورانجيوم، سبور، جاميتوفايت اللي هو الفيميل، وبعدين الاركوجونيوم والايج، وبعدين نرجع ناخد ده لغايه لما نشوف دوره الحياه. النبات عندنا بالشكل ده زي ما احنا اتكلمنا عنه قبل كده، ده السطح العلوي اللي بيكون ملامس للهواء، ده السطح السفلي من تحت اللي هو فيه الريزويدز اللي هو بيبقى تحت في الموجود في الميه. شكل الاوراق بتاعنا بالشكل ده كده، وقلنا ان بتكون فيها زي بابيلي او زوائد من السطح السفلي بتاعها بالمنظر ده كده. ادي شكل الورقه، بيكون النبات من السطح الاسفل اللي هو ملامس الميه وهو اللي بيحتوي على التركيبات البوغيه سواء السبوروكارب المذكر او المؤنث، وده شكل الاوراق. بيبقى فيه الابر لوب او المنفصين، ده الجزء العلوي وده الجزء السفلي اللي هو بيبقى مغمور في الميه. ده تركيب تشريحي للساق اللي هو الناحيه على اليمين، وده للورقه وواضح فيها الصبغه الكاريتونايدز اللي طبعا لما بتزيد بتدي لون الازولا في الميه اللون الاحمر بتاعها يعني. لو خدنا قطاع في الروت بنلاقي القطاع ده الروت اللي على اليسار ده اللي هو قطاع اماتيور لسه غير ناضج،
خلاص دي الانيشلز او المنشئات. طبعا بنشوف هنا بقى في النص لما ابتدى يكون اوعيه خشبيه اللي هو البروتوزايلم اللي هو الاولي، الميتازايلم اللي هو الاكبر حجما اللي هو الاكبر الاقدم، والفلويم او اللحاء، والطبقه اللي بتعيد بيهم اللي هي ايه البريسايكل. طبعا الابيديرمس بقى الروت كاب الى اخره. مش هنخش ايه في التركيب التشريحي قوي، لكن ده تركيب مبسط برضو. يعني ما احنا اتفقنا ان القناه اساسها تبسيط، حتى وان كلامنا بتفصيل شويه. طبعا ده القطاع بتاع الاستيم، وبرضو بيبين الاوعيه الخشبيه اللي موجوده في المنتصف بالشكل ده كده. لما نيجي نبص على الورقه لما بيجي نقطع فيها القطاع اللي احنا شفناه ده، بنلاقي ان فيها فراغات كبيره جدا، فيها خلايا، فيها البلاستيدات الخضراء او الكلوروبلاست. بيكون فيه على الجنب، مش السطح العلوي لا السطح السفلي، بيكون فيه كافيتي بالشكل ده، بيكون فيه زي ميوسلج او ماده جيلاتينيه، وبيكون من خلالها عايش فيه تحلب الازوله اللي احنا قلنا تحلب الانابينا. هنا بيبان حتى الورقه، هنا بنلاقي في الكافيتي ده لونه اخضر غامق نتيجه وجود الخيوط بتاعه الانابينا بشكل كبير جدا، وبتديله اللون الاخضر. ليه بركز على النقطه دي؟ لان تحلب الانابينا ده تحلب قادر على، هو تحلب من الطحالب الخضراء المزرقه، هو مش حقيقي النواه خلاص، وعشان كده احيانا بيتحط مع البكتيريا او بيسموه سيانوبكتيريا، فبيسموه بقى الطحلب اخضر مزرقه او طحلب ازرق او طحلب بدائي. المهم ان هذا الطحلب لها القدره على تثبيت النيتروجين الجوي، وبالتالي بيعمل علاقه سيمبيوزس او علاقه تكافليه مع نبات الازوله. نبات الازوله بيعمل بناء ضوئي ويدي الطحلب ده غذائه اللي هو ممكن محتاجه، مع ان هو قادر على ان هو يعمل ده خلاص. لكن النبات الطحلب الانابينا بيبتدي يديله عنصر النيتروجين اللي هو بيكون محتاجه. عشان كده نبات الازوله ده بيستخدم في استخدامات كثيره جدا، مع في زراعات كثيره يعني، وانتاج طاقه وبايو فيرتلايزر، لها استخدامات كثيره مش هنتعرض ليها في الفيديو ده. بنيجي نشوف السطح السفلي من هنا، بنلاقي التركيب المذكر اللي هو الحجم ده، ده المايكروسبرونجيوم وده الميجا. حد يقول لي بقى حجم كبير ده اسميه مايكرو؟ ايوه، لان انا مش بوصف التركيب كله، ده انا بوصف الحاجات اللي جواه، لان انا قلت ده، فده بيسموه مايكرو سبورو كارب. سبورو كارب، وده سبورو كارب بس ده المايكرو اللي هو الميل وده الفيميل. لما نيجي نكبر شويه كده هنلاقي التركيب الكبير ده كده، ده مايكرو سبورو كارب. ليه قلنا عليه كده؟ عشان الكور اللي موجوده فيه اللي حضراتك شايفينها دي مايكرو سبورانجيوم، حواف بويه، وجوه الحوافز البويه في السبورز. شوفوا بقى حجمها هيبقى عامل ازاي، يعني الكره الكبيره دي حافظه جواها حوافز اخرى زي ما هنشوف دلوقتي. الحافظه الكبيره ده اللي هي السبورو كارب، جواه عدد من السبورانجيا بالكده. طبعا دي احنا سبورانجيوم واحده بس اللي انا عامل عليها الدايره، جواها عديد من المايكروسبورز او الابواق او الجراثيم المذكره. هنا التركيب ده كله على بعضه عباره عن سبورو كارب واحد فقط، وجواه بيبقى فيه 1 ميجا سبور، عشان كده قلنا عليه كبير، حجمه كبير جدا. هنا لما ابتدى السبورو كارب المذكر اتفتح، طلعت منه مايكروسبورانجيوم، دي مايكروسبورانجيوم، كل دي حوافز بويه، مايكروسبورانجيوم مايكروسبورانجيوم. حتى هنلاقي هنا كمان الستوك اللي هي كانت ماسكه بيه، اللي هو ده الستوك اللي هي كانت ماسكه بيه زي ما هنشوف. كل واحده من دول جواها في السبورز. شوف الفرق بين الحجمين بالشكل ده كده اهو. هنا لو جيت خدت الفيميل ده اللي هو الميجا سبورانجيوم ده بالمنظر بتاعه، لو جينا شلنا الانديوزيوم او الغطاء الكاذب اللي فوق ده، هلاقي هنا في عندي الجزء الابيض ده اللي هو عامل زي الوساده دي، بيسموها فلوتس زي ما هنشوف بعد كده. هنا الكولر او العنق، وادي ميجا سبور واحد فقط، في حين السبورو كارب المذكر بالشكل ده طلع منه مايكروسبورانجيوم. كل واحده بكل كره من دي عباره عن مايكروسبورانجيوم، بتحتوي على مايكروسبورز زي ما احنا شايفين في الداخل بالمنظر ده كده. ده الميجا السبور، الميجا سبورو كارب بالحجم اللي احنا شايفينه ده كده. لما جينا بقى نبص في الرسم كده هنلاقي ادي نبات الازوله بالشكل ده، على السطح السفلي بيوجد التركيبات المذكره والمؤنثه، السبورو كارب المذكر والمؤنث. المذكر اللي هو السبورو كارب بالشكل ده، جواه مايكروسبورانجيوم وجواها سبورز. الاجزاء السوداء اللي احنا ملونينها دي بالمنظر ده كده لما احنا كبرناها خلاص، الخلايا اللي جوه دي بيسموها ماسيولا، عباره عن تشو او نسيج او مجموعه من الخلايا، بيخرج منها كده جلوشيديا او جلوسيديا ايا كان النطق بتاعها. الجلوشيديا دي عباره عن خطافات او كلابات، هنعرف فايدتها ايه بعد كده. نيجي بقى للفيميل اهو، ده بالشكل ده كده. لما اجي افتحه عن بعضه بقى الاقي انديوزيوم او غطاء كاذب، الاقي حاجه اسمها سوبرا فلوسم اللي هو بالغشاء او غلاله بالمنظر ده، الاقي تحتيها في الفلوتس او الوساده دي، وبعدين هنا في كولر او الطوق، وهنا ميجا سبور اللي هو البوق الكبير اللي هو اكنه المؤنث يعني. نيجي بعد كده اهو، لو انا اكبر بقى جزء المؤنث ده بالمنظر ده كده بعد ما اتفتح، ادي السوبرا فلوسم بالشكل ده، هلاقي هنا دي الفلوتس،
دي بتبقى عبارة عن زي ما هنشوف دلوقتي، هم عدد ممكن يكون في حدود 9 تقريبا، 3 فوق كل واحد من دول من المثلث ده، شكل المثلث ده تحتيه 2، يبقى دول 3، وبعدين ده بيتكون في قلب تجويف او حجره، في الحجره اللي جنبها كمان 3، ادي 6، والناحيه الثانيه 3، ادي 9، وده هنا الكولر او العنق، وادي هنا الميجاسبور بالشكل ده كده. ده تركيب بالمجهر الالكتروني، ادي الفلوتس او الوسائد اللي احنا قلنا عليها، حتى هتلاحظ في تجويف بالشكل ده كده، التجويف ده اللي هو بيبقى كانه زي حجره، ثلاث اماكن، ثلاث تجويفات يعني، وادي الكولر وادي الميجاسبور. رسمه ثانيه ليه، ادي الانديوزيوم اهو بالشكل ده كده، اللي هو كان السوبرا فلوسا، متاسف السوبرا فلوسا اللي هي الهلاله اللي احنا قلنا عليها، وادي الفلوتس اللي هي الوسائد اللي ممكن بتعمل بتساعد على عمليه الباونسي او الطف اهم بالشكل ده هنا، وادي الكولر هنا، ده عباره عن الميجا سبور. طبعا ده تركيب تشريحي دي، لو دققنا هنا في الرسم شويه بقى، ده هنا حاجه متقدمه هنشوفها دلوقتي، ده التركيب المؤنث. فين التركيب المذكر؟ اهو دي الماسيولا، الماسيولا اللي هي الخلايا اللي جواها السبورز، وطالع الكلابات بالشكل ده، اللي يخلي الميل او المايكروسبور اللي هو البوغ المذكر ده يقرب مننا عشان يحصل عمليه التلقيح والاخصاب، الخطافات دي. وطبعا هنلاحظ ان التركيب كله عباره عن هيرز او شعيرات باشكالها المختلفه، فبالتالي سطح خشن، فسهل على الكلابات دي انها تمسك وتلتصق زي ما احنا شايفين بالميجا سبور عشان تساعد على عمليه الايه اهي. وده تركيب واضح اكتر شويه، ادي الانديوزيوم الغطاء لو احنا شلناه، ادي الفلوتس، ادي الكولر، هنا الفلوتس اللي هي الوسائد، ودي العنق بالشكل ده، وادي البيرين اللي هو التركيب بتاع الجدار بتاع الميجا سبور اللي هو المزركش بالشكل ده، وطالع منه الشعيرات دي. ادي الماس او الكتله من الخلايا اللي بتحتوي على مايكروسبورز، الماس دي اللي هي الماسيولا، وطالع منها جلوشيديا اللي هي او جلوسيديا اللي هي عباره عن الكلابات اللي هي اهي زي اللي فوق دي، او اللي هم دول مسكوا في الشعيرات دي عشان يحصل عمليه الالتصاق اللي هي التلقيح، وبالتالي بعد كده بتساعد على عمليه الاخصاب. تمام، ده تركيب بقى دقيق عشان يبين الجدار، بيبين ان في انفرا فلوس اللي هي الشعيرات اللي هنا، وفي شعيرات فوق الناحيه الثانيه خلاص، ودي الفلوتس قاطع فيها قطاع، ادي الكولر او الكوليوميلا بيسموها كولر او كوليوميلا، وبنلاقي هنا بقى في اللي هو البرين ده في منه طبقتين، الطبقه السوداء المحببه اللي بره دي اللي هي الاكزوبرين، الطبقه الحمراء دي اللي هي الاندوبرين، الاثنين دول اللي هو البرين اللي هو بالشكل ده، الطبقه اللي جوه المخططه بالطول دي اللي هي الاكزاين اللي هو ده تركيب الجدار بتاع الميجا سبور. طبعا ده تركيب ادق تاني شويه، بنلاقي هنا في زي كاب، ادي الوسائد اللي احنا قلنا عليها الفلوتس، ادي الكولم او الكوليوميلا اللي هو العنق، وده الكولر بالشكل ده كده، وادي تركيب الجدار ده بالتفصيل بتاعه، واحنا قلناه فوق موجود بالشكل ده كده. هنا بقى يهمني بس الشكل او الرسمه دي عشان اوضح لكم عمليه التجويفات، اهو ده تجويف اهو، في زيه الناحيه الثانيه والناحيه الثالثه، ثلاث تجويفات بثلاث حجرات، كل حجره من دول لو انتوا بصيتوا كده هتلاقي فيه هنا اهو، لو انا كبرت شويه اهو زي ايه؟ تجويف عشان تقعد فيه هنا، يبقى كل حجره من دول فيها عباره عن ثلاثه تراي انجولار فلوت اللي هو الوسائد المثلثه تقريبا، خلاص ثلاثه، ادي واحده، ادي اثنين، في واحده الناحيه الثانيه. كل واحده من دول، وربنا سبحان الله هنا شكل واخده الشكل المثلث ليه؟ عشان تدي مكان للاثنين التانيين اللي هو الشكل البيضي او البيضاوي اللي هو بالمنظر ده كده عشان ياخد التجويف، يبقى كل حجره من دول فيها ثلاثه، يبقى ثلاثه في ثلاثه تقريبا بيكون عددهم 9، وبيكون ما بين كل حجره في الحواجز اللي احنا شايفينها بالشكل ده كده. طبعا ده تركيب دقيق شويه للجدار بقى، لو انا عايز اعرف طبقاته بالظبط، الطبقه اللي هو الاكزاين، الطبقه الزرقاء دي عباره عن طبقتين الحقيقه، ده البيز اوف ستراتيفايد لاير اللي هي الطبقه المخططه اللي هي بالشكل ده كده، ودي القاعده بتاعتها، بنلاقي البرين بيتكون من طبقه جرانيول المحببه، بعدها في طبقه هنا كوليوميت زول، منطقه زي فيها كولمز او عواميد، طبقه سبونجي او اسفنجيه، هنا طبقه كثيفه الدنس زون، وبعد كده الطبقه اللي فيها الهيرس، ده اللي يهمه ان هو يعرف التفاصيل يعني. طيب تعالى نتكلم بقى على التركيب المؤنث ازاي هيتكون، اللي هو في الميجا سبور، ادي النبات بالشكل ده كده، ادي النبات هنا اهو، دي كانه قطع في الورقه، ادي هنا كانه ده ده ناحيه الستيم، ده الناحيه بتاعت الورقه. المهم ان هنا السبوروكارب انيشيال، يعني السبوروكارب بينشا من خليه واحده زي ما هنشوف، وبيكون بيحاط، ده الميجا سبور، ها ده الميجا سبور بالشكل ده، احنا بنتكلم على التركيب المؤنث. تعالى نبدا مع بعض بقى، هنلاقي هنا خليه واحده بالشكل ده هتبتدي تنقسم، بتاعت السبوروكارب بتكون مجموعه من الخلايا اللي حواليها عشان تتخصص، عشان في النهايه خالص يديني الشكل اللي احنا شايفينه، بيديني اللي هو التركيب ده اللي هو الميجا سبورانجيوم،
خلاص ادي الميجا سبور الكامل. يعني حضرتك بتشوف الميجا سبور اتكون ازاي. فاحنا عندنا هنا اللي بره الطبقه اللي هي المحمره دي او كده اللي هي الانديوزيوم، الطبقه اللي جوه اللي هو التابيتم اللي هو الطبقه دي، ودي عباره عن خلايا الانابينا او طحلب الانابينا اللي موجود هنا. طبعا هنا الميجا سبور بيكون بالشكل ده كده وبنسموه فانكشنال، اللي هو في الاول خالص كان فيه اسبوراجينس سيلز، مجموعه من الخلايا بتحاط باللي هو اللون الازرق ده او اللبني ده طبقه عقيمه، لكن الخلايا اللي جوه دي كلها هتتحلل بعد كده وهتبقى عقليه واحده ونواه واحده، عشان ده يبقى ميجا سبور واحد فقط. طبعا ده السبوروكارب لما بيتكون، احنا اتفقنا السبوروكارب الميل وفي ميل الاثنين موجودين مع بعض، ولكن طالما الميجا سبور المؤنث هو اللي اتكون، فاللي بيحصل ان المايكروسبورانجيوم او المايكروسبوروكارب كده اللي هو بيكون هنا بقى ايه المايكروسبورانجيال اللي هي بالشكل ده كده اهي، مايكرو اللي هو دقيق، بتكون دي ضامره، بتكون ضامره طالما الميجا هو اللي كبر، وطبعا العكس بالعكس هنا بالشكل ده كده. ننتقل بالمنظر ده كده عشان نشوف بقى الميجا سبور اللي هي الخليه دي ازاي هيتكون بقى ده هنا تبع السبوروفايت. هنشوف الجاميتوفايت هيتكون ازاي على السطح بتاع الخليه دي او الميجا سبور. ادي بالشكل بيتكون حاجه اسمها اركيوجونيان انيشلز اللي هتكون الاركيوجونيوم اللي هو التركيب المؤنث. هناخد واحده منهم بس، فهنلاقي ان هي بتنقسم، هيحاط بيها مجموعه من الخلايا خلاص. بعد كده هنلاقي ان هنا دي بقت خليتين، بعد كده هنا الخليه الكبيره اهي بالمنظر ده، وفي خليتين فوق اللي هم هيبقوا النك او العنق زي ما هنشوف، لان هو بيبقى عامل زي الدورق، وتبتدي تحصل مجموعه من الانقسامات بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين. هنا النك او العنق، هنا النك كانال سيلز، العنق ده اللي هو اللي فوق ده هنا، وبتكون فيه خليه واحده او خليتين حسب عدد طول النك او العنق اللي موجود. الجزء البطني او المنتفخ ده اللي هو بيسموه الفنتر او البطن بيكون فيه خليه اهي، والخليه الثانيه اللي هي هتدي الايج. التركيب بتاعنا الكامل اهو، دي الاركيوجونيوم او الارشيوجونا او الاركيجونا، عباره عن خلايا هنا، ده عنق اللي هو عامل زي الدره او الفلاسك، ادي العنق بتاع الدره. طبعا هنا بيكون في ممر او فتحه عشان هيمر منها مين؟ هيمر منها الانثريزويد او التركيب المؤنث المذكر عشان يلقح البويضه دي. دي بنسميها ايج او او سفير ايا كانت التسميه بتاعتها، المهم ده دي الارشيوجونا. طبعا دي واحده بس، انما التركيب بتاع الميجا سبور اللي هو كبير ده لو شفت السطح بتاعه اللي هو ده هنلاقي كذا واحده موجودين بالشكل ده، اركيوجونيا اركيوجونيا اركيوجونيا، عديد من الاركيوجونيات بالمنظر ده كده. طبعا ده قطاع اهو. تعالى بقى نشوف المذكر، ادي النبات بالمنظر ده كده لما اخد فيه قطاع، ادي الاوراق العلويه الابر ليفز، وادي اللور ليفز، وادي التركيب اللي هو السبوروكارب، جواه اسبورانجيا عدد من الاسبورانجيا، جوه الاسبورانجيا دي عدد النقط دي اللي هي ايه المايكروسبورز. ادي تركيب او قطاع تاني عشان يوضح لنا النقطه دي. تعالى بقى نروح ننتقل كده، هنشوف هنا ده احنا شفناه قبل كده خلاص، يبقى ده السبوروكارب المذكر، وادي الاسبورانجيا وجواها سبورز. ادي السبوروكارب لما احنا نقطع فيه وسبقناه يبقى المايكروسبوروكارب اللي هو المذكر اللي هو الكبير خالص ده، جواه عدد من الاسبورانجيا اللي احنا شايفينها، اسبورانجيا هي حافظه بوغيه، وادي العنق بتاعها بالشكل ده، بيبقى الكبير في النص هنا في القمه وهنا الصغير على الاطراف. خلاص يعني مترتبه في الترتيب بتاعها من حيث القدم الى الاحدث يعني. وجواه هنا هيتكون المايكرو سبورز. طيب المايكرو سبورز ده الترتيب بتاعنا اهو، الرسمه بتاعنا اهو بالشكل ده، ده السبوروكارب، وادي الغشاء بتاعنا، هنا في بعض الخلايا من الانابينا بس دي في الغالب هتختفي. خلايا الانابينا اللي هتفضل هي اللي بتبقى موجوده في الفيميل غالبا يعني، اللي هو هيتكون فيه الزايجوت والنبات الجديد. طيب ادي الاسبورانجيوم بالشكل ده كده بتتكون ازاي؟ ادي خليه واحده، مش احنا قلنا بالليبتوسبرانجيتي بيتكون من خليه واحده اهي بالمنظر ده بي سي، بعد كده الخليه اهي يبتدي يحصل نوع من انواع التكشف عشان يبتدي يديني ستوك أو أو, او 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 عنق بالمنظر ده. نستمر ايضا، ادي هنا ايه الاف وجي والاتش، يبتدي يتكون مجموعه اخرى من الخلايا بالمنظر ده كده اللي هو التابيتال سيلز، الخلايا عشان هيبقى في خليه واحده في النص اللي هي الخليه اللي في النص دي اللي هي هتدي مجموعه بعد كده من الخلايا السبورز، دي مسؤوله عن تكوين السبورز. امال الخلايا اللي حواليها دي طبقه بتحميها بالشكل ده كده بالاضافه للجدار اللي بره اللي موجود بره، يبقى دي طبقه التابيتم اللي بتحيط بيها اللي هو دي عباره عن مايكرو سبور ماذر سيلز. طبعا الخليه دي اول انقسام ليها من هنا لهنا ده انقسام ميوزي في الخطوه دي خلاص، من 2 ان هيبتدي يحصل ان واحده بس تدي مجموعه اربعه وبعدين تتضاعف بعد كده وهتدي مجموعه من المايكروسبورز، هنا بيسموها مايكروسبورز بتطراد، لان هنلاقي ان كل واحده من دول لما بيحصل فيها انقسام طبعا الانقسام فبنلاقيها اربعات بالمنظر ده كده تمام. يبقى ادي التركيب، وده التركيب اللي احنا لسه شايفينه من شويه.
طيب المايكروسبورانجيوم اللي هو جوه الوحده اللي جوه دي، يعني الوحده دي لو احنا كبرناها بقى في القطاع اهو بالشكل ده كده، يبقى دي مايكروسبورانجيوم وجواها سبورز داخل مجموعه من الخلايا اللي هي قلنا عليها ايه الماسيولا، اللون المزرق ده او البنفسجي ده اللي عباره عن المايكروسبورز داخل مجموعه من الانسجه او من النسيج بيسموه ماسيولا، وطالع منه يرزه او شعيرات اللي هي الجلوشيديا اللي هي الكلابات او الخطافات. اهي ده القطاع او صوره حقيقيه من تحت المجهر بالمنظر ده كده. دي الماسيولا كتله من الخلايا فيها المايكروسبورز، وادي الجلوشيديا او الجلوكيديا اللي هي الخطافات والكلابات بالمنظر ده كده اهو، وادي البيانات علينا بالمنظر ده كده على الرسم، وادي الجلوشيديا او الجلوكيديا اللي هي عامله زي الخطاف وليها اشكال كثيره حسب النبات. طيب المايكروسبور الواحد ده بقى هيكون اللي هناك الفيميل الميجا كون لي الاركيبونيا، احنا عايزين نكون الانثريديا، فادي المايكروسبور الواحد خليه واحده اهي بالمنظر ده، حصل انقسامات يعني اول انقسام بالعرض وادي اثنين وادي الانقسام الثالث وبعدين ادي انقسام طولي اربعه ادي خمسه، المهم مكون لي طبقه خارجيه بالمنظر ده كده وجواها دي انا احصل انقسام اختزالي عشان النواه دي تبقى اربع انويه، وهيديني في الاخر او زي ما احنا هنشوف دلوقتي ادي الكتله بتاعت الماسيولا ادي الجلوشيديا ادي السبور، اول حصل انقسام ميوزي او ميوتيك اختزالي عشان تديني اربع خلايا، كل خليه من الخلايا هيبقى فيها انثريزويد او السبرماتو زويد. كل واحد من دول بقى هيسبح عشان يوصل لمين؟ للاركوجونيوم. الاركوجونيوم دي بقى اللي هي فين؟ اللي هي اللي احنا لسه شارحينها دلوقتي اللي هي دي اهي. يبقى هيسبح عشان يوصل للاركوجونيا دي عشان يحصل ايه؟ اهو هيبتدي يسبح عشان يخش من هنا لغايه لما يوصل للبويضه عشان يتم عمليه ايه؟ التلقيح. تمام. تعالى بقى نشوف دوره الحياه دي كلها بصور حقيقية مش صور مجازية اهو. ادي النبات بالشكل ده كده السبوروفايت، وادي الاوراق وادي الريزويد، لو بصينا من تحت هنلاقي السبوروكارب المايكرو وادي السبوروكارب الميجا، بناخد بيسموه ماكرو او ميجا نفس الحقيقة اللي هو الكبير يعني، فادي الانديوزيوم ادي الكولر وادي الميجا سبور بالمنظر ده كده، ادي هنا مايكروسبور ويز ماسيو دي الماسيولا هنا، يبقى ده المؤنث اهو وادي المذكر اهو، خلاص المؤنث ده شفنا التركيب بتاعه والمذكر شفنا التركيب بتاعه، هنا عباره عن مايكروسبور ويز ماسيولا، طبعا مايكروسبورز اللي هنا اكتر من واحد، هنا بيحصل بعد ما حصل ايه هنا بقى الميجا ده هيكون الاركوجونيا، فبيحصل جيرمينيتنج ميجا او مايكروسبور بيكبر بعد كده طبعا بيكون كون مين؟ كون الاركوجونيا، وهنا بتكون خلاص كون الانثريزويد، لما بتحصل عمليه التلقيح ادي الميجا سبور وجواه الاركوجونيا بقى فيرتلايزد، خلاص الاركوجونيا اللي فيه بقت فيرتلايزد، يبتدي يحصل نتيجه الجيرمينيشن الانديوزيوم ده هيتقطع وتخرج السوبرا فلوسم بالمنظر ده كده خلاص، ويبتدي هنا هو نلاقي ده عباره عن السبورلينج او البادره بالمنظر ده، لكن ما زال عدد من الماسيولي اللي هي فيها السبورز ملتصقه بيها بالشكل ده كده. لما هيكبر السبوروفايت هيبقى يانج سبوروفايت اللي هو الامبريو بقى هيبتدي يدينا نوع من الخلايا عدد من الخلايا، وادي الروتس هي اللي بتخرج الاول. بعد كده البادره زي ما احنا شايفين بتبتدي الجذور بتكون اتكونت او الريزويد، وبتبتدي تتكون عدد من الليف على السطح عشان ده اليانج سبوروفايت عشان تديني النبات الكامل للازول. اتمنى تكون دوره الحياه كده اللي سالوا على بعض التفصيلات بتاعتها تكون واضحه بالنسبه لهم. طبعا اي حاجه ليها تفصيل التفصيل، يعني احنا لو عايزين بقى ناخد الانقسامات حصلت ازاي ومش عارف النمو ازاي والامبريو مش عارف ايه تفاصيل التفاصيل يبقى طبعا مش هنخلص، لكن انا اضطريت اعمل الفيديو ده عشان ابقى قفلت موضوع الازولا، خصوصا ان الاستاذ احمد الغريب احد المتابعين اللي هو القناه بتاعته المزرعه الصغيره بشكره مره ثانيه لانه نبهني ان فعلا الازولا ما فيش حاجه عليها خالص، لما دخلت بندور على الانترنت يعني المحتوى العلمي ليها قليل خالص الحقيقه يعني، خلاص ومعظمها مركز على استخدامات الازولا اللي انها بتستخدم بقى لانتاج طاقه واللي في المزارع مش عارف ايه والزراعات المختلفه وبايو فرتلايزر للتسميد الطبيعي الاورجانيك الى اخره، ليها فوائد ايه كثيره مش 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 مكانها في هذا الفيديو يعني. إن كنت أحسنت فمن الله بتوفيق الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فالمعذرة فمن نفسي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ولا تجعل في عملنا رياء أو سمعة يا رب، اللهم أمين. ونسألكم الدعاء بظهر الغيب، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد قادم إن شاء الله بإذن الله، أتمنى يكون قريب من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.